نستمر فيما بدأناه في الخطبة الأولى النقطة السابعة، إن الفرح والسرور له أسبابه الدنيوية وأسبابه الأخروية. انتبه بالك لأن هذا قل ما يلتفت إليه. أما أسبابه الدنيوية فواضحة، كحصول الصحة بعد المرض أو الثروة بعد الفقر أو قرب الشخص القريب أو الحبيب بعد بعده وهكذا. بهذا النوع من الفرح وإن كان جائزا فقهيا ومتعارفا متشبعيا واجتماعيا، إلا أنه مرجوح أخلاقيا. وفي الحكمة لاحظوا، وفي الحكمة لا تفرح بما أتاك من الدنيا، لا تفرح بما أتاك من الدنيا ولا تحزن عما فاتك منها. وقال الله تعالى لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وهذا خطاب لقارون حين فرح بأمواله وزينته الدنيا سبحان الله. ومن المعلوم أنه حين عصى هذا الأمر، حين عصى قارون هذا الأمر بترك الفرح ففرح، عوقب بالعقاب الدنيوي المؤجل. قال تعالى ما نفع الله به، قال تعالى فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. لاحظوا، وأصبح الذين تمنوا مكانه، يا ريت تنفلس عنه مثل قارون، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، وي كأنه لا يفلح الكافرون. إذن فالفرح، لاحظوا، فالفرح بالأسباب الدنيوية ممنوع أخلاقيا، وقد تكون عليه عقوبة كالتي وقعت على قارون. كما أن الحزن للأسباب الدنيوية، كما أن الحزن للأسباب الدنيوية ممنوع أخلاقيا، وقد سمعنا في الحكمة وقد سمعنا في الحكمة يقول ولا تحزن عما فاتك من الدنيا. وأما الفرح بالأسباب الأخروية فهو صحيح ومشروع. قال تعالى قل بفضل الله، لاحظوا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقوله مما يجمعون يعني مما يجمعون من اموال الدنيا وبهارجها وشهواتها التي تكون سببا لفرح اهل الدنيا واهل الغفل والغرور، بل هي مغاط ومبدلة بالأسباب الأخروية للفرح، وهي تلقي فضل الله ورحمته كما سمعناه في الآية الكريمة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالأسباب الأخروية للفرح قد لخصتها الآية الكريمة بوضوح، وهي فضل الله ورحمته. فإذا حصل الفرح على شيء من فضل الله ورحمته فرح وجاز له الفرح، كما لو وفق الى طاعة واجبة او مستحبة او الى اي شيء مرضي لله سبحانه، او وفق الى ترك معصية كاد ان يقع فيها فتمت له السيطرة عليها وتركها. كما لاحظوا، مجرد مثل لابد من التبسيط شوي بالحكي، كما لو حدثته نفسه بشهوة جنسية محرمة او سرقة او كلب او غيبة او غير ذلك فتركها من اجل الله، من اجل الله سبحانه وتعالى، فانما ذلك فضل من الله وحسن توفيق يجب ان يشكر الله تعالى عليه، او ان يشكر الله تعالى عليه، وانه لم يمكنه الله، او ان الفرد لم يمكنه الله الى نفسه فيتورط في الحرام. وعلى اي حال فتتلخص الاسباب الاخروية للفرح بما يناله العبد من الكمال او معطى درجاته، وكله مناط برضا الله تعالى وحسن توفيقه. وكذلك وكذلك الحزن الاخروي فان اسبابه واضحة، ما هي؟ وهي كل ما يرتبط برضا الله سبحانه، ويتلخص ان الفرد يحزن
لحصول النقص او المصيبة في الدين او الطاعة او نفوق الألم والشدة في بعض اولياء الله سبحانه وتعالى. وفي الرواية في وصف الشيعة ماذا؟ انهم يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. وعلى اي حال فيمكن القول بان اسباب الفرح والحزن متضادة، فما كان سببا للفرح كان فواته ونقصه سببا للحزن، وما كان سببا للحزن كان فواته سببا للفرح. وهذا صادق على المستويين الدنيوي والاخروي معا.